السلام عليكم. من بعد الغزو العراقي على الكويت، بإحصائيات غير رسمية وغير مؤكدة، أكثر من 50,000 زوجة سعودية تم تجنيسها، وأكثر من 20,000 زوجة مصرية تم تجنيسها، وأكثر من 15,000 زوجة سورية تم تجنيسها، وأكثر من 12,000 زوجة سيلانية تم تجنيسها، وأكثر من 12,000 زوجة هندية تم تجنيسها، وأكثر من 10,000 زوجة من غير محددي الجنسية تم تجنيسها، وهنالك أعداد أخرى لجنسيات أخرى. العدد الإجمالي أكثر من 100,000 زوجة تم تجنيسها من بعد الغزو العراقي. هل هذا التجنيس تم بصورة قانونية؟ نعم، بعد الزواج يستطيع الزوج الذهاب إلى الجنسية والجوازات ويقوم بإعلان رغبة لتجنيس زوجته الأجنبية الغير كويتية، ويحق لوزير الداخلية إما إعفائه من مدة 2 سنين، وأيضا يحق له إعفائه من شرط وجود أبناء. زين، هو التجنيس هذا كله تم بشكل قانوني، لكن للأسف أنا أقولك نادر بشكل نادر جدا، في بعض من الشباب يروح ياخذ 4 ويجنسهم من قبل، هذا كلام قبل 15 سنة، ويجنسهم من مثلا من أي دولة، مثلا ما احنا ذاكرين الاسم، ويجنسهم بعدين يجيب 4 ويجنسهم وكذا، وياخذون الجنسية وكذا، ويدفعون له فلوس. الزوجات هذه يدفعون للكويت الجنس، لا إلا أن وزارة الداخلية الآن قالت ممنوع الزواج كويتي إلا بموافقة، ممنوع في الأردن، ممنوع في العراق، ممنوع بالمغرب، إلا بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية أو من وزارة العدل أو من الخارجية الكويتية. وطبعا كل الأمور هذه الحكومة أو الدولة موقفة الأمور هذه، لأن للأسف يعني قلة نادرة صارت عندها هذا الموضوع تجارة. زين، الآن اللي تم تجنيسهم، اللي تم تجنيسهم بعدها تطلق بعضهم، زين، وتتوظف، تحصل على معاش الشؤون، تحصل على بيت سكني، وتاخذ جواز وتقدر تسافر أي دولة، ويحق لها نفس ما يحق لأي زوجة كويتية.